نحن الآن متجهين في الرحلة رقم 96 من مدينة القم المقدسة إلى طهران. الأجواء أجواء حارة نسبيا. الساعة دي الآن تقريبا 11 والنصف أو مقارب إلى الساعة 12 تحديدا. الحمد لله الأمور كلها ميسرة، الرحلة جميلة جدا لحد الآن، جميع الزوار بلا استثناء كلهم متعاونين، وتقريبا هاي أفضل حملة لحد الآن من ناحية السرعة والترتيب والهدوء. إن شاء الله سبحانه وتعالى يسر لنا الأمور إن شاء الله. ونحن الآن متجهين إلى شهر عبد العظيم وبعدها شهر بانو، وبعدها نتجه إلى محطة القطار، ومحطة القطار نتجه إلى في قطار 4 نجوم قطار غدير، نتجه إلى مدينة مشهد إن شاء الله، نصل صباحا إن شاء الله، وسنوافيكم كل التفاصيل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونحن الآن في مرقد طاهر من أحفاد الإمام زين العابدين إمام السجاد. الآن راح نشوف النسب ماله. الآن النسب ماله هو طاهر بن محمد المبرقع بن محمد بن الحسن بن حسين بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين، وهو من أحفاد الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام. هذا هو نسب المرقد عليه. هاي زيارة مخصوص عليه الآن، بس فقط الآن هذا هو المرقد كما تشاهدونه. أيضا يقع في مرقد الشاعر عبد العظيم الحسني كما تكلمنا وقلنا سابقا بأنه معظم المراقد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من الأحفاد، يعني ليس من النسب الأول. شكرا لكم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونحن اليوم في حرم شاعر عبد العظيم، في حرم شاعر عبد العظيم في مدينة طهران. نستمر وياكم احنا ان شاء الله بتصوير حرم شاعر عبد العظيم ان شاء الله، وحمزة ابن الامام الكاظم عليه السلام. ان شاء الله احنا ندخل حرم شاعر عبد العظيم ان شاء الله. هذا هو مرقد حمزة ابن الإمام الكاظم عليه السلام في نفس مرقد شاعر عبد العظيم في مدينة طهران. شاهدنا حمزة ابن الإمام الكاظم في مدينة قوم، والآن حمزة الإمام الكاظم في مدينة طهران.